أدى هجوم مزدوج بالعبوات الناسفة استهدف نقطة أمنية تابعة للصحوة بأطراف خان بني سعد في محافظة ديالى إلى استشهاد منتسب وإصابة 10 آخرين بينهم 5 جنود من الجيش العراقي، في وقت باشرت فيه القوات الأمنية بعملية بحث عن الإرهابيين. تفاصيل الهجوم نتابعها في سياق التقرير الآتي. انفجار عبوة ناسفة بالقرب من إحدى النقاط الأمنية المشتركة في قرية داود سلمان بأطراف ناحية خان بني سعد بديالة، أعقبها انفجار عبوة أخرى بعد دقائق استهدفت قوات الجيش أثناء عملية إجلاء المصابين، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. المنطقة لم تشهد أعمالا إرهابية من قبل وفق السكان هنا. طقت صوتيه انشرق اخوي راسه منه، والمدني همنا انشرق راسه، ودوه المستشفى اخوي جريح، دزوا عليه مره ثانيه ضابط استخبارات جاي يحققون بنفس مكان الحادث، يحققون اياهم طقت عليهم الثانيه، واستراحوا ولد عمي كلهم بيه، وراح ابن عمي استشهد، ولد عمي جرحى. شهيد وعشرة مصابين، 5 من عناصر الجيش ومثلهم من افراد الصحوه، هي الحصيلة النهائية للتفجير الإرهابي. حاولنا إجراء لقاء مع القادة الأمنيين لمعرفة تفاصيل الحادثة وعن الجهة المنفذة، لكن لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل أخرى، وما زالت عمليات البحث مستمرة. بني سعد في منطقة داود سالم هو عبارة عن زرع عبوة داخل نقطة الصحوة، داخل نقطة الصحوة، وبعد ما انفجر التمت المواطنين والتمت القوات الامنيه وصار انفجار ثاني مزدوج، والذي ادى الى استشهاد احد عناصر الصحوه وجرح 10، 5 من القوات الامنيه الجيش و5 من الصحوه. طبعا الاصابات كانت متفاوته ما بين اصابات شديده الى متوسطه الى خفيفه. هذا وفرضت القوات الامنيه طوقا امنيا حول مكان الحادث، وباشرت بعمليه البحث عن العناصر الارهابيه التي تحاول بين فترة وأخرى زعزعة الأمن في ديالى، مطالبين المواطنين بالتعاون لإلقاء القبض على تلك العناصر. علي إبراهيم، قناة دجلة، ديالى.